سماهم إخوة يبارك المولى لهم بذل العطاء قلب كبير قد سما نثر التألق والنقاء قلب كبير قد سما حين تكون الصورة مختصرا للتعبير وتعبيرا عن الرواية وهي من توقف ثانية من الزمن لتبقيه ذكرى للعمر تكون الموهبة وروح العدسة وعين الحكاية. أسعد مغربي صاحب العشرة ربيعا يجسد لنا ما يرويه ويحكيه في صورة بالرغم من صغر عمره، إلا أن الإبداع لا يعترف بالعمر. زار أمريكا وسرق من طبيعتها لوحات فنية مميزة لينطلق بعدها في أفق ذلك الفن، ووالداه مارسا معه لغة التشجيع ودعماه في موهبته. اشتريت كاميرا أكبر وبدأت أصور المناظر الطبيعية، أمي هي اللي لاحظت هذه الموهبة وشجعتني، أبوي يدعمني واشترى الكاميرا. أنا شاركت مسابقة بعيون اليافعة، وشاركت كمان في مسابقة جدة للتصوير الفوتوغرافي. طموحي أنه أكون مصور محترف وأكسب جوائز عالمية. شعار مدرستي مع النقد الطموح، وهذا يعني أنه مدرستي حتساعدني على تحقيق ده. مرة كنت بصور بطة في بحيرة، بعدين لما جيت أصورها كان الحدايق تطير في السور، مرة كانت صغيرة، بعدين كنت حطيح في البحيرة والحمد لله ما طحت. أنا وجدت لقطات في أمريكا أحلى وأحسن، وفي مناظر طبيعية كثيرة وجميلة. أجمل ما في موهبة أسعد أنه يصور ويعبر، فجعل لكل صورة حكاية. هي مش ملت أسعد في بعض الطلاب الموهوبين بيبقى عندهم شيء من الخجل أن يعرض موهبته، فبتتطلب مننا إحنا أن إحنا نكون عندنا دقة في الملاحظة ومتابعة الولد. أسعد من متابعة لصوره حسيت أنه هو لسان حاله هي الكاميرا، يعني بيعبر من خلال الصورة أكتر من الكلام، في كلامه قليل شوي بس صورته بتعبر عن كثير من الموضوعات. يهتم بالناحية النقدية، لو شايف شيء وعايز يعبر عنه بيحاول يثبت صورته، ثبت الحدث نفسه، وبعد كده خلص الصورة بقت أبلغ من الكلام. فأتوقع أنه في يوم من الأيام هسمع اسم أسعد في مكان أو في ملتقى عالمي يعني مصورين فوتوغرافيين.